ينضم إلينا من القاهرة محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك يا دكتور محمد. والسؤال الآن ربما مع تطور الأحداث على هذا النحو عن موقف المجتمع الدولي، كيف يعني يمكن أو يتصور تدخل المجتمع الدولي في هذه اللحظة لوضع حد وحل للحرب في غزة التي تتصاعد على هذا النحو بالدخول في رفح؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا الحديث عن تدخل المجتمع الدولي في اللحظة الراهنة أو ضرورة تدخل المجتمع الدولي يرتبط بالسياقات الحالية داخل قطاع غزة. نتحدث عن سياق يغلب عليه ممارسة إسرائيل لسياسة الضغوط القصوى على ليس الفصائل الفلسطينية أو المجموعات الفلسطينية داخل القطاع، وإنما بحق سكان القطاع من المدنيين. اليوم عندما تقوم إسرائيل بفرض أحزمة نارية على مناطق كاملة داخل قطاع غزة، عندما يتم وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، عندما يتم تدمير البنية التحتية بشكل كامل للقطاع، وعندما يتم تنفيذ عمليات عسكرية حتى وإن كانت محدودة حتى اللحظة بحق منطقة أو مدينة يقطنها نحو 1,200,000 نازح، كل هذه جرائم وتصعيد نوعي يقتضي تدخلا دوليا واضحا ومباشرا وحاسما في هذه اللحظات. لكن أعتقد يعني عندما نتحدث عن تدخل دولي دكتور محمد، أنت تقصد تدخل دولي أمريكي أيضا أم تدخل دولي غير أمريكي؟ يوجد أشكال عديدة من التدخل الدولي. يمكن للولايات المتحدة أن تمارس ضغوطا حقيقية تتجاوز يعني سياسة الولايات المتحدة. يمكن للولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل من أجل إبداء مرونة تجاه وقف إطلاق النار، أو على أقل تقدير إنجاز هدنة إنسانية تمتد لفترات معقولة. يمكن للولايات المتحدة أن تتوقف، أو إذا توفرت لديها إرادة سياسية بالطبع، أن تتوقف عن استخدام حق الفيتو ضد أي مشاريع قوانين تدين إسرائيل، أو تتجه أو تدفع باتجاه محاسبتها على هذه الجرائم التي أكدت العديد من التقارير الأممية والحقوقية في العالم على أنها تمثل جرائم حرب وجرائم فصل عنصري بحق الشعب الفلسطيني. أعتقد أن المجتمع الدولي أيضا عليه دور حاليا فيما يتعلق بالدفع باتجاه إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبشكل منتظم وبشكل أكثر كثافة إلى قطاع غزة، لأنه كلما تعظمت الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع، كلما تعظمت الحاجة إلى الدفع باتجاه زيادة إدخال المساعدات. وبالتالي فما بالنا وإسرائيل حالياً تمارس كل أشكال الضغط من أجل وقف إدخال المساعدات كجزء من سياسة التجويع التي تستخدم كسلاح ضد الشعب الفلسطيني. طيب.